السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الجليل، بارك تفضل. الله عمرك يا مولانا. الله يبارك فيك، تفضل. الله يكرمك يا مولانا. بقول لك يا مولانا، أنا دلوقتي في صلاة العصر دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة. إيه؟ أنا هو بيقرأ الفاتحة، أنا عمل ما قرأت مع الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. أيوه. هو سلم وأنا قلت أقرأ بقى الفاتحة فقط ولا أقرأ؟ لا، الفاتحة فقط. الفاتحة فقط. وين قرأت الصورة معها؟ لن تلام يعني. لا ماشي، ما انا بسألك، انا بشوف يعني. لا، الفاتحة فقط، وان قرأت معها شيء لا لوم عليك ولا تستني. تمام. جزاك الله خير، بارك الله في عمرك. بارك الله فيك يا اخي رضا حماد، الله يسلمك.